عشان ما حدش يقول لك ده دنيس، ده سمك اسمه رباك او اسمه ابو كحله. ده طعمه طيب يشبه للدنيس؟ نعم، هو طعمه ما يشبهش للدنيس. ده طعمه هو سمكه سمينه وحلوه ومبطرخه بس ما تشبهش للدنيس. يا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم ايمي من قناة ايمي وهنونة. النهاردة ان شاء الله جولة اسماك، زي ما طلبتوا مني بقى ان انا اكتر لكم في فيديوهات الاسماك وخاصة في سوق الانصاري. هنشوف مع بعض بقى انواع الاسماك اللي موجودة والاسعار هنا عند اسماك الميزار. يلا بينا مع بعض نتعرف على الانواع اللي موجودة عندهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم احمد؟ اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الحمد لله. كنا عايزين نعرف مع بعض انواع الاسماك اللي موجوده. طبعا اسماك المزار يعني اسم غني عن التعريف. عم احمد المزار، محمد المزار، اهلا بيك، يا ريت تعرفنا بعد اذنك ان شاء الله. قبل الاسماك بس بنحب نشكر قناه ايمي هنونة على المجهود المبذول في جميع الاسواق، مش سوق الانصاري بس، الحمد لله، لتوعيه الجمهور عن انواع السمك والجوده بتاع السمك وازاي السمك، فرق السمك بين السمك السويسي والسمك بتاع القاهره والسمك هنا والسمك هنا، الحمد لله. ودي حاجه حلوه للجمهور قبل التاجر، قبلنا احنا الحاجه دي الجمهور مستفيد بيها عشان نعرف الحاجه دي صح والحاجه دي حلوه والحاجه وحشه. واحنا يعني الحمد لله مش متحيزين لاي حد. انا دايما ودي الحاجه اللي محببانا في القناه ان شاء الله، بنقدم المصداقيه يعني. الحمد لله، عشان كده احنا حاجه محببانا في القناه. الحمد لله. شكرا. شكرا يا حاج محمد. اتفضل. ده ناجل، سمكه ناجل. ده ما شاء الله ده الناجل الاصلي. زي ما احنا شايفين ده الناجل الاصلي ابو شرط، زي ما انتم شايفين كده حاجه بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. نعرف جودة السمك ازاي يا عم محمد للناس اللي مش عارفة؟ هي السمك الـ 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 السمك السمك عامة السمك اللي هو الناجل بيبقى اساسا بيبقى طري اساسا، بس معانا تماسك مع الجسم كده. السمكة دي ما شاء الله يعني عشان سمكة بالحجم ده في الناجل والحجم كده، غير مثلا الهامور هتدوس كده جامد، هو جلده جامد غير ده يعني ما شاء الله. السمكة طالما متماسكة يبقى كده تمام الحمد لله. سعره كام الناجل؟ الناجل ده ب 120 جنيه لجماهير ايمي هنونة، واجب من المزار ب 120 جنيه. هو سعره اكتر من كده؟ سعره اكتر من كده، بس احنا ان شاء الله يعني لاي جمهور جاب 120. طيب الحمد لله. الحمد لله. وده طبعا ده شفنا الناجل اهي. دي وزنها قد ايه كده تقريبا؟ يعني 5 كيلو ونص. من 5 ل 6 كيلو. وده الهامور الحر؟ ده الهامور. ده احجامه بتوصل لكام الهامور؟ ل 30 و35 و40 بتعدي زي ما انت عارف. بيتعمل ايه بقى الهامور ده؟ ده بيتعمل ممكن في بتعمله فليه، وممكن تعمل جنب فليه وجنب جزل زي ما انت عايز. لو انت عايز تعمله جزل ماشي، عايز تعمله جنبين جنب يبقى فليه جنب جزل زي ما يحب. يتحكموا فيها براحتكم بقى، اللي ياخدها يتحكم فيها. بكام الكيلو فيها؟ الكيلو فيها ب 100 جنيه بس. ايه اخبار حركه البيع والشراء في السوق الايام دي؟ لا الحركه عشان الجو، الحركه يعني بطيئه جدا عشان المطر والجو والاحوال دي، الحركه قليله شويه. مفيش زباين. حتى كتير. السمك برضو قليل، يعني السمك قليل برضو والحركه قليله عشان الهواء والنوى والكلام. السمك قليل وبرضو الناس قليله. مفيش اقبال يعني كبير يعني. لا. بالنسبه بقى للشعور، شعور الحر طبعا زي ما احنا شايفين. ده سنار. سنار. بكام الكيلو؟ 120. ده ب 120 جنيه الكيلو؟ ده شريف. دي سمكة الشريفة. الشريفة انتوا عارفينها الشريفة. الهلال الاصفر بتاعها. حاجة بسم الله ما شاء الله. الزعانف بتاعتها فيها زي ما انتوا شايفين كده. الصفار ده في الريش. وفي الديل نفس الحوار، ده سمك الشريف، حاجة بسم الله ما شاء الله. ده احلى حاجه لاكله ايه يا عم محمد؟ ده ممكن تعمليه مثلا جلد قلي وبتعمل صواني طواجن جميل جدا. سعره كام؟ ب 120 جنيه عشان اخر حته، فاحنا بنضيع مع الزباين. ايوه اخر حته وبنضيع. وعندي ارز بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، حاجه صحيه ما شاء الله، حاجه تبارك الله ما شاء الله. العروس الايام دي مبطرخ؟ في مبطرخ وفي فضه بطارخ، لان موسم البطارخ
معلومه، موسم البطارق بالنسبه للدنيس والقاروص بدا ينتهي. خلاص احنا دخلنا في شهر 3 فبدا موسم البطارق انتهى بالنسبه للدنيس والقاروص. كان من شهر 12 لشهر اخره 3 ما يكونش فيه اي حاجه، يعني بالصدفه تلقى واحده مبطرخه اثنين بس، مش كتير يعني، مش كتير، لكن في مبطرخ وفي خلاص عمل معدى شهر 3 خلاص كل سنه وانت طيبه ما تلقاش فيه الدنيس والقاروص. ايوه فضل البطارخ بتاعك. سعره كام بقى؟ ب 110 بس. ب 110 سمك القاروص؟ سمك القاروص صح ده ب 110. وفي هنا معانا الدنيس، وعملت معانا الدنيس برضو حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو، دنيس صاحي وحاجه ما تبارك الله. عامل كام؟ ب 110. نفس سعر القاروص، نفس يعني. سعر القاروص. وده سمك البغبغان، ده سمك البغبغان ده عامل 50 جنيه. البغبغان زي ما انتم شايفين كده حاجه جودتها عاليه وتبارك الله ما شاء الله. دي خنزيره بلاط الكيلو بتاعها عامل 80 جنيه. دي طبعا بتتسلخ، بتتسلخ اه. دي برده جميله في القلي والشوربه، قلي وشوربه، قلي وشوربه برده جميله حاجه حلوه. في ناس بتسميها حمام برده اه تقريبا، بس حاجه جميله جدا جدا اهو اه شايفين حاجه فريش ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين جدا جدا بسم الله ما شاء الله. ده حريت البغبغان وده الحريت الفرهودي. ده البغبغان الاخضر ده اللي هو الشعبي يعتبر، اه ده الشعبي. وده الفرهودي اللي هو احجامه اصغر من كده بتقل في السعر، لو احجامه اصغر من كده بتقل في السعر بالنسبه للبغبغان. بكام الكيلو بقى في ده الفرهودي؟ ده الفرهودي عامل 70 جنيه بس. 70 جنيه ده ب 50 وده ب 70 اه وحسب الحجم يعني ممكن تكون حجمها اكبر هتقل سعرها شويه، حجمها اصغر من كده برضو سعرها يقل، لكن الحجم الوسط بيبقى ماسك سعر عشان بيطلع تصدير بس. ايوه ايوه في الـ في, الـ في الاوزان تمام. في معانا هنا برضو الدراك بسم الله ما شاء الله، او الكنعد، او الكنعد ب 70 جنيه بس. الكنعد الواحده كيلو، كيلو ونص، من كيلو لكيلو ونص. بكام؟ ب 70؟ ب 70 جنيه اه، من كيلو لكيلو ونص كنعد دي. حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. وده ايه ده؟ ابو كحله. سمك ابو كحله. ابو كحله اه، ده ما فيش منه مزارع مش لا كده؟ لا ما فيش منه مزارع. حاجه بسم الله ما شاء الله، مميز طبعا بالزعانف والديل الاصفر عشان ما حدش يقول لك ده دنيس، ده سمك اسمه رباك او اسمه ابو كحله. ده طعمه طيب يشبه للدنيس؟ اه نعم، هو طعمه ما يشبهش للدنيس، ده طعمه هو سمكه سمينه وحلوه ومبطرخه بس ما تشبهش للدنيس. السمك ابو كحله ده والرباك بيقولوا عليه في راس سدر والغردقه اسمه رباك، او هنا هنقول ابو كحله. السمك ده بتعمل له شوربه وطواجن، احلى فيه شوربه والطواجن، اجمل حاجه فيه شوربه والطواجن. شوربه وطواجن، انما قلي مش قوي. لا حلو قلي، بس هو الشوربه اعلى حاجه، الشوربه هتبقى جميله جدا عشان هي سمكه دسم. اه وده سمك بحري ما فيش منه مزارع. ما فيش منه مزارع. لا سعرها كام بقى ابو كحله؟ ب 70 جنيه. 70 جنيه كيلو؟ اه ارخص من مزارع بكتير واحلى من مزارع. ارخص مزارع واحلى. اه اه طبعا. بس هي سمكه مش معروفه يعني. ايوه ايوه. وطبعا الكابوريا الحجاري. الكابوريا الحجاري ده الموسم بتاعها طبعا في الشتاء. اه الموسم بتاعها، الموسم بتاعها حاليا. وسعر الكيلو فيها كام؟ ب 100 جنيه. الكابوريا دي عامله 100 جنيه. بنعرف ازاي اذا كان الكابوريا دي فيها لحم ولا فاضيه؟ لا ما هي هي عامه الكابوريا الحجاري دي كلها لحم، ما بيبقاش فيها، نادر جدا لو انها فاضي. اه العاب الوحيده اللي بيعبها النشادر، ان ده باينه يبقى فيها نشادر بس، تبقى مش طازه. مش طازه نعم، طالما طازه فيها لحم اكتر من الثانيه، بس هي صعبه شويه في التكسير. نعم كاكل جميله جدا، بس لما بتتشوي على فكره القشر بتاعها بيبقى رقيق جدا جدا. هي بتاخد سلقه خفيفه لما بتشوي على الجريل، بتبقى خلاص سهلت بقى معانا زي التانية. في ناس على فكره ممكن تفكرها استاكوزا يعني. لا لا يعني دي حاجه والاستاكوزا حاجه. كابوريا حجاري. اه دي كابوريا حجاري يعني شبيهه شويه بالاستاكوزا عشان هي عايشه في الحجر. هي العيشه بتاعتها في الحجر بس الصخر، عشان كده اسمها كابوريا حجاري. اه عشان عيشتها في الصخر. اه بتاعها حسب المكان دي عشان في الارض الحجريه، فذلك سميت بالكابوريا الحجاري، لكن الكابوريا الثانيه بتشعيش في الارض الرمل. بس بتيجي منين يا عم محمد؟ دي بتيجي من البحر الاحمر. من البحر الاحمر، من عندنا هنا من السويس، من البحر الاحمر. معانا اللوت. ومعانا اللوت بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. بكام اللوت؟ ب 65 جنيه بس. حاجه بسم الله ما شاء الله صاحي وجميل جدا 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 لا ما شاء الله. وطبعا في عندهم اطباق من فواكه البحر
طماطم. دي طماطم البحر. دي الطماطم. ده اللوز. وده اللوز. بكام الطبق؟ اي طبق باربعين. اي طبق باربعين. دي تقريبا مستوية نص سوا عشان تدخل بعد كده في شوربة او ممكن يتعمل بالطحينة يعني. وفي ده طبق مشكل برضو. ده طبق طماطم مشكل على طماطم على لوك برضو. حاجة بتجيبوا انواع ايه تانية ومش موجودة النهاردة؟ بنجيب سريديا وبنجيب بالنسبة للسمك. لا النهار بنجيب جمبري عندنا جمبري والله بسم محمد كشر والنواجب بتاعت وهمور صغير همور كبير عندنا نواجب وجبال صغيرة وكبيرة. انواع تانية كتير يعني من الاسماك عشان الجو كان ايوه عشان نطر وطبعا الجو يعني السمك كلها شوية ان شاء الله. ربنا يوسع رزقكم. انا بشكرك يا عم محمد. شكرا شكرا يا عم محمد. طبعا اسماك المزار. استاذنكم في رقم التليفون 010-33-255-728 031-67-20-731 ماشي. شكرا يا عم محمد. شكرا بشكركم جدا لحسن المتابعة واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو النهاردة ياريت تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة اللي لسه بيشوف القناة لأول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.